طيب الزمالك كان طالب استثناء يلعب يتمرن يومين على على الملعب بتاع الماتش، اعتقد ريمز مش هيوافق. صعب، وبعدين هو الراجل جوميز طلب تقرير عن الملعب، يعني هي مشكلته ان هو خايف من الملعب وقلقان من الجو والاجواء، عشان هنا حتى يعني امبارح مثلا او اول امبارح الجو كان حر، امبارح الجو اللي هو كان حر جدا، دامر كان بيعمل تمرين الساعه 5:30 ده عمله 4:30 امبارح، يعني بدل التمرين طبعا الجو كان صعب جدا، فهو الجو والملعب مشكله. كان عندي مشاوير بره جالي ضربه شمس، لا الجو كان ما عرفتش بالليل اطلع هوا. صعب بص انا ما عرفتش اطلع هوا بالليل والله. انا عايز اخد كان واصف لي دكتور، ما هو ده دكتور برضه جاب لي دواء صداع كده، قال لي ده يا ريس ده ما تجيلك صداع يا يعني تمام. صفيت الشريط امبارح ولا لهوا. عايز ارجع لك كده ارجع الفيزيتا بقى. بص الاستاذ احمد قال حاجه مهمه علشان انا اتمنى تتطبق، بغض النظر عن في قرار من الوزاره مش قرار من الوزاره، تخفيف احمال مش كل القصه دي، احنا محتاجين نلعب ماتشات بالنهار في الدوري المصري، مش لازم في الايام اللي الحراره فيها معديه ال 40، في ايام في الصيف بتبقى الحراره عاليه 32 درجه. الساعه 12 و1 عادي، احنا بعاد والدرجه الظهر دوري المحترفين والحاجات دي مش كده. ما هو في خد بالك انت بيبقى عندك برضو اجنده الاسبوع من عندنا مداوري المحترفين يعني، احنا عارفين من الاسبوع ان الاربع والخميس هيبقى حر جدا، يعني الشتاء ماشي لكن لا الجو ده الاسبوع الجو ده صعب. احنا الارصاد مبلغه ان في ذروه جايه حراره صح اربعة وخمس سهل اتحرك ميعاد الماتش في سهل ان انت لكن احنا بنلعب في افريقيا يا استاذ احمد، الزمالك هيلعب بالنهار، الاهلي كل ما يلعب سان داونز يقول لك مش متعود الساعه 3. احنا منتخب مصر لما بيروح يلعب في افريقيا مع اول ماتش مثلا اللي فات في البطوله فاتت لعبنا بالنهار وهكذا، فاحنا محتاجين، ما احنا زمان يا جماعه ما كنا بنلعب في مصر بالنهار في الدوري المصري، كان ماتشات الساعه 3 وغيره، مش لازم اليوم اللي الحراره فيه 42 صحيح. ما في ايام بتبقى الحراره 32 و33 والرطوبه قليله نظبط، ولو في يوم صادف ان فيها موجة عادي تحرك ميعاد الماتش للساعة 7 بس لازم الاهلي والزمالك يتعودوا يلعبوا بالنهار، لا ولو مرة كل 3 4 جولات للعيبة وللجمهور. لا يعني في الدوري الانجليزي مش كل اسبوع ليفربول يا فندم الدوري، بس هو كل فترة ليه ماتش. ايوه الجو غير الجو خالص. لا ما اقصدش بالجو، هو كل فترة يعني ده لو في الشتاء لو من الشهور اللي فاتت اوكي ماشي صح، بس هو حلو كل فترة ليه ماتش. طب هي هي الطرفة ازاي في كان في ايام الشتاء تلعب برضه 9 بالليل، ايه لازمتها؟ ما تلعب الساعة 4 يعني في ماتشات في عز البرد والكلام ده كنت تلاقي ما فيش حتى جمهور بسبب الجو، في عز البرد ليه بتلعب الساعة 9؟ ما كانش ليها لازمة، العب الساعة 4 لكن في الحر ده وفي الجو ده وبعد توقيت الصيف ما يبقى 4 يعني الساعة 3 لا صعبة صعبة جدا. طيب ما تبقاش تروح الاستاد. لا مش هروح. كابتن سيد قبل ما اختم، بعض يعني حتى كولر كان يعني كان حذر اللعيبة من فكرة انه ممكن مازيمبي الماتش انتهى تعادل هناك، لكن مازيمبا مع مترو اتلتيكو عملها بره ارضه يعني خلص برضه نفس الفكره 0-0 مع مترو اتلتيكو، ثم تفاجأنا بان مازيمبا كسب في انجولا، دي حاجه تقلق برضه ولا مش حكايه تقلق؟ هو القسم طبعا مختلف، ووجود اسم الاهلي مع الجمهور مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده اظن الامور هتبقى مختلفه تماما، انما انت في الوضع الطبيعي ان انت لازم تخلي بالك يعني ما ينفعش عندهم عناصر خطوره تبقى سايبهم انت يعني بتهاجم بس، لا انت مش مطالب ان انت المباراه دي ان انت تهاجم بكل خطوطك وتبقى سايب مساحات كبيره جدا وسايب عدد من الهجمات عليك، يعني ما ينفعش الماتش ده الوحيد اللي ما ينفعش مصطفى شوبير يبقى نجم المباراه، يعني ده الماتش الوحيد المفترض يعني ما يجيش عليك كميه الفرص اللي كانت بتيجي عليك الماتشات اللي فاتت. مظبوط. توقعاتك بقى للماتشين؟ يعني ان شاء الله الاهلي 2-0 والزمالك ممكن يتعادل 1-1. 2-0 ولا فرق 2 والسلام؟ لا ممكن 2-0 ان شاء الله. 2-0 والزمالك؟ ممكن يتعادل 1-1 ان شاء الله. ان شاء الله يعني الاثنين يصعدوا باذن الله. ان شاء الله. خضري. لا الماتش سهل قوي للاهلي، الاهلي في اول ربع ساعه يخلص الماتش. الاهلي 3-0 بسهوله جدا يعني الماتش. انا متوقع فرق جولين والزمالك يصعد 3-0. الزمالك ممكن يكسب 1-0 ان شاء الله، يكسب او يتعادل بقى السنه يصعد يعني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور وليد توقعاتك ايه؟ يعني متوقع الاهلي 3-1 ان شاء الله، فرق جولين الزمالك. فرق جولين الزمالك باذن الله يكسب 1-0 ان شاء الله باذن الله. باذن يعني بشرة خير الاستوديو كله النهارده مجتمع على صعود الاهلي. انت ما قلتش. ما انا قلت انا متوقع فرق جولين للاهلي والزمالك هيصعد سواء كسب او تعادل. ماشي ان شاء الله. احنا عندنا تقرير دلوقتي
الكاميرا بتاعتنا كانت موجوده في المؤتمر الصحفي بتاع مستر كولر، هنتابع تقرير عن ملازم زميلتنا ايمان حفني. كابتن سيد معوض انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. استاذ احمد الخضري شرفتنا ونورتنا. الدكتور وليد الحديد شرفتنا ونورتنا. نتابع التقرير ثم نختتم حلقه اليوم. احنا طبعا جمعه وسبت اجازه، بفكركم بكره الساعه 10 مباراه الاهلي مع مازيمبي، الساعه 7 يوم الاحد ان شاء الله مباراه الزمالك في غانا مع دريمز. احنا الساعه 11 مساء موعدنا يوم الاحد حلقه جديده من بوكس تو بوكس. نتابع التقرير والى اللقاء.